متابعي قناة بستار، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. بشرى عقبي في أحدث إطلالة لها تبعت برسالة لمتابعيها بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، حيث كان شعارها سامحوا لا لأجلهم بل لأجلكم. أما الباربي كنزا مورسلي تستمتع بالطبيعة وتخطف الأنظار بأحدث ظهور لها، وتألقت بالجينز الأزرق. وقد اختارت المثيرة للجدل مونيا بن فغول الترويج للملابس التقليدية. المتألقة منى الحدلي بالكراكو العاصمي تواصل الترويج للأزياء الجزائرية التقليدية بأحلى حلة. ويمكن أن نعتبر اللون الأخضر العاتم عنوان لهذه الجلسة. بنت العرب سهيلة بن لشهب تحيي جمهورها بهذه الإطلالة. مروة بوشوشة بطلة مسلسل يما تطل بالرداء الأحمر على متابعيها. نور هنزغيد بكمامة عصرية تستمتع بأوقاتها مع أختها الكبرى. وبعد غياب طويل، ها هو الفنان القدير صلاح أوغورت يستمتع بأكلة الحلزون رفقة الفنانة القديرة مليكة بالباي. ما زال الإعلامي الجزائري يحيى طبيش يستمتع بصحراء غردايا ويشجع متابعيه على قراءة القرآن. ومني أحلى سلام لكم لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناة بيستارت.